أكيد سنبدأ بمصدر الفخر والاعتزاز المنتخب السعودي الشاب. إحنا العادة نبدأ بالمنتخب الأول بعدين الشباب بعدين الناشئين، يعني تسلسل نوعا ما يبدو فيه شيء من المنطقية، لكن اليوم سنكسر كل المنطق ونتجه مباشرة إلى الفريق الذي جلب لنا الفخر والانتصار. المنتخب السعودي الشاب اليوم ينتصر على البحرين في النهائي، هو شاب ولكنه يشارك أمام منتخبات أولمبية ومع ذلك يتوج بطلا لكأس المنتخبات الأولمبية، وفهد الغامدي يحتفل بالمنتخب في هذا التقرير. من دوحة الخير وعلى ضفاف الخليج العربي، أعلن شباب الأخضر السعودي أنفسهم أبطالا للخليج. الصقور الشابة ومن أكاديمية سباير، ها هم يتوجون مستوياتهم الرائعة بكأس غالية للمرة الثانية منذ انطلاقة البطولة عام 2008. الأخضر الشاب بدأ مشواره نحو الذهب بخطف نقطة وحيدة أمام نظيره العماني، بعدها استطاع أبطال الأخضر أن يخطوا طريقهم لمنصة التتويج بثلاثة أهداف في شباك البحرين، ليحصد الأخضر السعودي 4 نقاط حاز بها صدارة المجموعة. وبالثلاثة أيضا تمكن الصقور من تخطي عقبة الإمارات في نصف النهائي ليحجزوا مقعدهم في نهائي الذهب. واليوم وفي لقاء الختام استطاع شبان الأخضر أن يخطفوا اللقب بهدفين أمام البحرين ليجدوا الذهب بانتظارهم ويتوجوا مستوياتهم الرائعة ببطولة هي الأغلى على مستوى شباب الخليج. وهكذا استطاع أبناء الأخضر أن يهدوا عشاقهم كأسا غالية ويرسموا طريقا واعدا نحو مستقبل مشرق ينتظر كرة القدم السعودية. وصل إعصار يهز الملعب حاضرين وكلنا سعودي. شموخ وعزة أخضر تحنا وياه، يبقى الفوز يبقى أخضرنا وسعودي سيد كل الأبطال. هاجم يلا قدام واحنا نشيل الإعلام. مرة ثانية نقول ألف مبروك للمنتخب الشاب، هذه هي البطولة التي بالتأكيد يعني هي أكثر ما نحتاج لها في هذه الأيام.